ملهم هو الأسلوب الأدب الرائع الذي كتب به الأستاذ سيد قطب كتابه. كتاب سيد قطب هو يعني الدستور العام الذي نبعت منه كل الجماعات التي استلهمت فكرتي التكفير والتفجير والاغتيال. قرأت هذا الكتاب يا دكتور؟ قرأته عشرات المرات طبعا، شفته وكتبت عنه وما إلى ذلك، كتبت عنه وكتبت عن الأخطاء الكبرى الاستراتيجية في فكره، مثلا فكرة الجاهلية، يطلق كلمات الجاهلية وما إلى ذلك، جاهلية المجتمع حتى تكفر لا شعوريا أنت المجتمع، يطلق كلمات جاهلية الحكم حتى تكفر لا شعوريا الحكام جميعا، ولا ترى لهم حسنة في أي زمان، وحتى إذا رأيت حسنة تستنكرها. يطلق برضو جاهلية القوانين، وكأن كل القوانين تدعو إلى الرذيلة وتدعو، في حين المشكلة في بلاد العرب أن القوانين لا تطبق، مش المشكلة في القوانين، المشكلة أن القوانين لا تطبق، وأن قواعد القانون والمساواة التي جاءت في القوانين لا تطبق. بهذه القوانين ساد العالم الغربي وعاش في حرية وديمقراطية وعاش في أمن وسلام وما إلى ذلك. مشكلتنا ليست في القوانين، إنما في عدم تطبيق القوانين والقفز على هذه القوانين. هو يعني كل هذه الأفكار استلهمت، أبو بكر البغدادي استلهم كل الأفكار ومن ثم بعد ذلك يطور عليها، ليه فكرة جاهلية المجتمع وجاهلية القوانين وما إلى ذلك، وأنا كتبت عن ذلك كثيرا. الأسلوب الأدبي غير الأسلوب الفقهي. الأسلوب الفقهي زي المحاسب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الأسلوب الأدبي واحد زائد واحد ممكن يساوي 20، والأسلوب الأدبي فقط.